ازيكوا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. فيديو جديد ان شاء الله، ومعايا برودكت من ايفون. ده كونسيلر زي ما انتم شايفين كده من ايفون، في لاين كده اسمه كولر ترند. ده حلو قوي. الحاجات المنتجات بتاعتهم في كذا حاجة جربتها منها، هقول لكم على حاجة حاجة منهم. يعني هبدأ النهاردة في الفيديو بالكونسيلر، وهقول لكم درجته، وهقول لكم كل حاجة عاوزين تعرفوها عنه. قبل ما نبتدي فيديو النهاردة، لو انت اول مرة تشوفيني، انا سلوى وقناتي اسمها سلوى بيوتي، فيها ريفيوهات كتير قوي قوي ان شاء الله تعجبك. فلايك لفيديو النهاردة، وكمان سبسكرايب لقناتي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وفاصل صغير جدا وارجع لكم على طول، فخليكم معايا. نبدأ بسم الله بقى في فيديو النهاردة، وخليكم كده فرحانين يعني بالجمال والبساطة بتاعت فيديو النهاردة. فعلا هقولكم على حاجة حلوة تجربوها بما اننا في الصيف، فلو جربنا حاجة هنبقى عاوزينها تكون خفيفة شوية. بصوا الدرجة اللي معايا دي اسمها ناتورال لايت، اللي انا جربتها، واغلب اللي هتلاقي عليهم البنات القمحوية او البيتش واي، اعرفي ان الدرجة ديت هتكون مناسباكي جدا. تمام. هو اساسا الكونسيلر نفسه حجمه صغير قوي، حجمه 10 ملي يعني، فحلو قوي. كمان ممكن تحطيه في شنطتك، وخفيف خفيف حجما وخفيف كمان. نفسه الكونسيلر نفسه حلو. بصوا هتلاقوا مكتوب عليه سائل لاخفاء عيوب البشرة. تمام. الحلو فيه كمان هو يقعد معاكي شوية حلوين، يعني يقعد معاكي 3 سنين. بس هي اصلا الباكج نفسها مش كبيرة، ده هي 10 ملي يعني، شكله كيوت قوي. وهوريكم بقى ازاي هنستخدمه دلوقتي. بس دي كانت اول حاجة كده حابة ان انا اقول لكم عليها. هو تمنه مش غالي، انا كنت جايباه ب65 جنيه. تمام كده. في ناس بتجيبه باكتر، في ناس بتجيبه باقل، بس انا حبيت اقول لكم انا جايباه بكام. تمام. عجبني في الكونسيلر دوت ان هو مط، ان هو ووتر بروف، مقاوم يعني للمية. تمام. خفيف قوي قوي على تحت الجفن العين. حلو كمان ان هو مستخلص من مستخلصات الخيار. يعني ركزوا في الحاجات اللي انا بقولها لكم، لان الحاجات دي ضروريه جدا ان انتوا تكونوا تعرفوها. ما تجيبوش اي حاجه وخلاص وتحطوها على بشرتكم، وخصوصا المنطقه بتاعه حوالين العين ديت. ما تكونيش بتهتمي ببشرتك طول الوقت وتيجي عايزه تضيعي ده كله في حاجات ممكن يعني تبهدل الدنيا. انا واحده من الناس اللي بحب في الصيف تحديدا لو مش هحط حاجه في بشرتي على الاقل احط كونسيلر. فالكونسيلر دوت من ضمن الحاجات المهمه اللي انت لازم ما تجيبيش اي حاجة، وتجيبي حاجة تكون فعلا مضمونة وعارفة ان انت هتاخدي منها افكت حلو. بصوا انا عجبني اوي موضوع البسبوز اللي فوق دوت كده، عشان تعرفي تتحكمي في الكمية اللي طالعة منه. حلو. تمام. بصوا بقى اهم تركاية، شايفين النقطة دي؟ النقطة دي هتحطي واحدة فوق وواحدة زيها تحت، مش اكتر من كده، لانه بيعمل تغطية عالية وبيعمل تغطية متكاملة. هتدمجيه بشويش بطبطبة لو انت من الناس اللي بتحب تعملي بصباعك. اوكي. لو حابة في بيوتي بلندر بتبقى صغننة كده، دي بتاعت الكونسيلر، يعني ياريت تجيبوه. بصوا اول ما هعمل كده خلاص اندمج، وايه بقى تحفة. بصوا بقى الحته اللي انا حطيت فيها، بصوا بقت عامله ازاي، ولا الدموع. فانت متخيل بقى لما هتحطيه اكنك حرفيا مش حاطه حاجه، مش هيعمل لك حته مجيره حوالين عينك مثلا وبقيت بشرتك، لا خالص. احسن حاجه فيه ان هو خفيف، وعلى فكره هو ما فيهوش زيوت، يعني خالي من الزيوت. بصوا انا بسقف لانه فعلا حقيقي من الحاجات اللي عجباني. انا الاغلب وبقالي كذا سنة بستخدم الكونسيلر بتاع بورجوا، وبعد كده جربت بتاع مايت سينما، بس بتاع مايت سينما عجبني بس كان
تقيل شوية، فحسيت ان هو ايه ينفع اكتر يعني فاونديشن، يعني اكتر من انت ممكن تستعملي كونسيلر لانه شوية تقيل حوالين منطقة العين. حلو بقى ده ممكن تستخدميه لوحده، هو خفيف بيعمل تغطية حلوة قوي متكاملة، يعني الدمج بتاعه سهل، وكمان ممكن تستخدميه كمان مع كونسيلر برضه هيبقى حلو قوي لو انت عايز تعملي بقى فول ميك اب. خالي من الزيوت، ودي برضو من ضمن الحاجات اللي برضو عجبتني قوي. في مستخلص من مستخلصات الخيار، بيعمل بقى ان هو بيخفي العيوب والبقع اللي بتكون موجودة حوالين العين او الارق والهالات السودة، حلوة قوي وكمان مش بيغير، ودي حاجة مهمة قوي. لو حابين بقى ان انتوا تجربوه هتلاقوا في اللاين دوت بينزل منه اتنين نوعين او درجتين، في الدرجة اللي معايا ديت اللي انا قلتلكوا عليها اللي هي ناتورال لايت، دي اغمق، في واحدة افتح شوية دي اسمها ناتورال فير، ممكن تجربي دي او دي، بس انا جربت الدرجة دي كانت كويسة جدا، في الافتح بتاعها بس مش عارفة هي ممكن تبقى عايزة البنات البيضة قوي قوي، فهيبقى احلى معاهم. انا بصراحة عجبني، هو مو انت بتدمجيه كده مش بيعمل اللي هو الملمس الزيت دوت او بيبقى فيه لمعة، لا خالص، وعجبني ان هو مط مفيهوش زيوت، سهل الدمج، كل الحاجات اللي انا قلتلكوا عليها ديت، وفي نفس الوقت سعره حلو، في ناس كمان بيجيبوا 50 يعني، انا بصراحة جبته بالسعر دوت، وبتبقى بقى اسعار متفاوتة، بتبقى بتختلف من وقت للتاني على حسب الشركة ما هي منزلاه بكام. بس كده انا وصلت معاكم لنهاية فيديو النهاردة. اللاين بتاع كولر ترند من ايفون فيه كم حاجة كده حلوين، هقول لكم عليهم في الفترة اللي جاية تجربتي عنهم، ايزك الحلو والوحش. بس ويا رب كنتوا استفدتوا في فيديو النهاردة وحبيتوا النوع دوت من كنسيلا زي ما انا ما حبيته بصراحة، وحلو قوي كمان في الصيف عشان موضوع اللي هو مفهوش زيوت دوت، ف بجد حقيقي جربوه ويبقى خفيف كمان، ويكون معاكي مسافرة مصيف في شغلك، فحلو ويبقى خفيف في شنطتك. اتمنى بقى تعملوا لايك لفيديو النهاردة وسبسكرايب لو انت اول مرة تتابعيني، وكمان فعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وشوفكم على خير، وقولكم دمتم دايما حلوين، ومع السلامة.